مع تقرير جهاز حماية المستهلك النهاردة في محافظة الإسكندرية. ثم فاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيفي الكريم دكتور طلعت عبد الأوي رئيس الاتحاد العام لجمعيات المؤسسات الأهلية. كان عندنا يوم الاثنين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهد كبير جدا مجتمع الأهلي. مع دكتور طلعت اللي شرفنا حالا نتكلم عن اللي حصل كمان يوم الاثنين واللي جاي كمان، لأنه العام ده بالنسبة للناس بالنسبة للمجتمع المدني في دعم المواطنين نقدر ازاي نوصل للناس في كل مكان. بمكتبة اسكندرية تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة التضامن الاجتماعي في إطار استراتيجية عمل جهاز حماية المستهلك اللي بتستهدف مواكبة كافة المتغيرات والمستجدات في الأسواق. احنا دلوقتي أمام وعي على درجة عالية جدا من الارتفاع من خلال نواب الشعب، ومن خلال متمثلا في النائبة منى عمر، ومن خلال مسؤولين عن المجتمع المدني ممثلين في جمعية حماية المستهلك، يعني التي تهتم بحماية الإنسان المصري في طعامه وفي شرابه وفي غذائه بشكل عام، وبين المؤسسات الدولية أو سوري الحكومية متمثلة في وزارة التضامن. شكل جديد من أشكال الوعي بيخلق نوع معين من التشبيك من أجل قضية معينة هامة جدا بتدرك إدراك المشكلة العالمية. المشكلة العالمية التي نحن بصددها هي مشكلة لا من صناعة مصرية، ولا المسؤولين في مصر هم السبب فيها، ولا المصريين عموما هم السبب فيها. دي مشكلة عالمية، حدث خلل كبير جدا في سلاسل القيمة وفي سلاسل التوريد المختلفة. البروتوكول ده عبارة باختصار شديد يعني هو وضع آلية محددة للتنسيق ما بين الجامعات الأهلية اللي هي عاملة في مجال حماية المستهلك وما بين الجهاز. وبالأساس أحب أقول إن الجامعات الأهلية لها دور في معاونة جهاز حماية المستهلك، وده دور مش جديد، ده دور منظم والقانون منظمه. قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 حدد هذا الدور، حدد للجامعات الأهلية دور محدد، والمفروض إن هي بتباشره، وإن هي بتباشره بالتنسيق بينها وبين جهاز حماية المستهلك. عندنا النهارده مبادره جميله جدا مع حمايه المستهلك بين مديريه التضامن الاجتماعي وبين حمايه المستهلك ومع النائبه منى عمر كاطراف مشتركه واطراف ثلاثيه مع بعض، بحيث ان احنا نعمل حمايه للمستهلك داخل مدينه الاسكندريه او محافظه الاسكندريه. معانا كمان 15 جمعيه، في جمعيه شريكه، والجمعيه الشريكه دي هي اللي هتبقى مشرفة على 14 جمعية، بحيث ان احنا نضمن ضبط للأسعار وحماية المستهلك داخل محافظة الأسكندرية. لكن اما احنا بدأنا نجمع كل الجمعيات اللي هي خاصة بحماية المستهلك، او مش نقول كلها، جزء منها اللي هو القوي النشيط، وبدأنا نعمل بيه المبادرة على اساس الدور التنموي يبان، يبقى دور قوي وليه بصمة قوية داخل المجتمع. وبالتالي مع غلاء الأسعار في الفترة دي، فكان مهم جدا ان احنا يبان دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وخصوصا ان فخامة الرئيس طبعا قال ان ده عام المجتمع المدني. يعني احنا كحزب حماية الوطن احنا جزء من المجتمع المدني، لازم يكون دور الاحزاب في الوقت ده لازم يكون دور قوي، ويشارك الدولة ويشارك الحكومة. اللي احنا الوقت ده للاسف احنا عاوزين نقول للناس اللي هم ضعاف النفوس انهم لا، كل واحد لازم يراقب اول حاجة ضميره. انا مهما عملت ومهما راقبت الاسعار ومهما كدولة وكمجتمع مدني، بس الدور الرئيسي هو للمواطن المصري. لازم المواطن يحس ببلده ويحس بأهمية بلده، واحنا في أكتر من وقت الحرب، يمكن الأزمة ديت على مستوى الاقتصادي على مستوى العالم كله بالكامل مش على مستوى مصر. لازم كلنا بالكامل في الوقت ده كل واحد فينا يراقب ضميره. الأجهزة التنفيذية يعني أو الرقابية مهما يعني كانت قدرتها لا تستطيع ان هي تراقب على مدار 24 ساعة كل المناطق على مستوى اسكندرية. فكان يعني الفكرة جت من هنا،
ليه ما نفعلش دور المجتمع المدني من خلال أو ممثل في الجمعيات الأهلية فإنه يعاون الأجهزة التنفيذية؟ ليه ما نعملش تواصل بينهم؟ في دايما توجيهات من القيادة السياسية بالتعاون دايما مع جمعيات المجتمع المدني لتشديد الرقابة على الأسواق، لأن جمعيات المجتمع المدني طبعا هي دايما الذراع الرئيسي للجهات الرقابية. الجهاز بيعمل طبعا على التنسيق مع كل أجهزة الدولة الرقابية بالمشاركة طبعا مع جمعيات المجتمع المدني. إن شاء الله البروتوكول التعاون ده هيفرز عن نتائج محترمة جدا. الجمعيات بتبتدي تتعاون مع الجهاز، بتبتدي سواء تتلقى الشكاوى من المواطنين او ان هي تتصدى لبعض المخالفات ورفع الاجهزه الرقابيه لتتخذ بعض الاجراءات. احنا كلنا كاجهزه حكوميه ومجتمع مدني وجمعيات اهليه بنتجه ان احنا لازم نخدم المواطن، نصون حقوقه وننشر ثقافه حمايه المستهلك ما بين المواطنين، لان نشر الثقافه بتاعت حمايه المستهلك بقانون حمايه المستهلك ما بين كل المواطنين، لما المواطن يعرف ايه حقوقه وايه واجباته والتاجر يعرف ايه التزاماته ناحيه المواطن، السوق هيحصل فيه تغيير، هيحصل انضباط اكتر. البروتوكول تم حرصا من جهاز حماية المستهلك ووزارة التضامن الاجتماعي في تعميق التعاون والتنسيق بينهم لتحقيق المزج بين العلم والعمل التطوعي داخل جمهورية مصر العربية، بتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقانونية والعلمية والعملية، واللي هيفعل دور المجتمع المدني عن طريق الدور التوعوي للمواطنين والدور الرقابي على الأسواق لمساعدة الجهات الرقابية والتنفيذية في ضبط الأسواق والأسعار ومجابهة المغالاة أو الاستغلال اللي بيتم من البعض، واللي هيعود بالنفع على السوق المصري وحفظ حقوق المستهلكين. مصطفى الشيمي لبرنامج على مسؤوليتي.